السلام عليكم خوت، بارك الله فيكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. خوت حنا متواجدين في السوق الجمله بهذا البركان، نصور معكم هالفيديو هذا. الفيديو هذا هذا النهار الممطر، الامطار راه تساقط الحمد لله من بعد ما كانت الدعوه مغي معجه، كان الدعوه كاع ولات حمراء بالتراب. الحمد لله واخيرا الشتا راه تصب. ندير معكم واحد الجوله خفيفه من هنا من جهه السوق، حتى التجاره راه عيانه، مابقاش شي تجاره اللي هي دواعيات. كان في البدايه كانت البدايه ديال الرنه كانت الدواء محركه شويه، ولاني غادي الدعوه كانت كما نقولوا كتلاشي مع هاد العجاج، مع هاد كما نقولوا التجاره نقصت. شوفوا السوق تاع الخضره مابقاتش شي خضره اللي هي كاينه. انتم تشوفوا دابا راه 10 ديال الصباح، هاد السوق خاوي كما راكم تشوفوا، كاين والو كاع كما راكم تشوفوا الخوت. طلبوا ربي يرحمنا في هاد الشتا، هادي تزيد كثر شويه، تزيد تهطل، محتاجينها بزاف هاد الشتا هادي، خاصة المنطقة الشرقية اللي معروفة بالفلاحة. كما راكم تشوفوا الدواء كيفاش كدايرة، الدواء خاوية. أوا نطلبوا ربي الله يرحمنا، يعطينا على قد النفع ان شاء الله. بغيت ندير معكم الجولة هادي، تشاركوا معايا هاد الجولة هادي باش تشوفوا السوق كيراه داير في هاد 15 يوم ديال رمضان. البطة ديال الفريكو راه تدخل كما راكم تشوفوا، هادي اللي كانوا مستوكينها كانت دير 8 دراهم 9 دراهم وما قانعينش كانوا يستوكيوها، دابا راه ولات 3 دراهم 3 دراهم ونص. طلعت غير في هاد السيمانة واحد 50 فرنك ولا. الحمد لله راه تساقط الأمطار. واخا ويمكنش شي تجارة اللي هي راه عاد 10 ديال الصباح اليوم الثلاثاء، كتشوف كي دايره الدعوة. صفر حتى الخضره ما كايناش تقريبا قليل، شي عصير هكذا وشي قرنيع ولا كاين شي قرعه. كما نقولوا راخي ما باعش السلعه خيره هنا منتج، حركه عيانه مع العجاج مع العجاج. الحمد لله، السلام عليكم خوت الخير، راكم وصيص بمدينة بركان. الحمد لله بعد هاد العجاج هذا اللي كانت هاد اليومين، كان الجو
كله غبار وتراب في السماء. الحمد لله ربي نعمنا بهذا الشتاء هذه راه كتصب ان شاء الله. طلب ربي يزيد يكثر بها حتى قد النساء. الحمد لله الخيرات راه متساقطو. الجيري اذا ما كاينش الجيري كي والو. الخيرات